تقول الحكاية: تأمل رجل زوجته فأعجبه ما فيها من حسن وجمال، ظن أن ليس لها مثيل بين البشر، فراح يفضلها على ما هو أجمل منها قائلا: إن لم تكوني أحلى من القمر فأنت طالق. وبعد أن قال ما قال استفاق، وخاف أن تكون زوجته قد طلقت، فذهب يستفتي الإمام مالك رحمه الله تعالى. دخل الرجل سأله: يا إمام، قد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فكر الإمام قليلا ثم قال له: ليس هناك أحلى من القمر، هذه طلقة ولا تعد لذلك. كان تلميذه الشافعي يجلس إلى سارية من السواري، ولم يدري ما الذي حدث بينهما، وكان حريصا على طلب العلم، فلحق بالرجل وقال: ما السؤال وما الإجابة؟ يريد أن يستفيد. قال الرجل: قلت للإمام كذا وكذا، فقال: القمر أجمل من زوجتك، فزوجتك قد طلقت طلقة. فقال الإمام الشافعي: لا، بل زوجتك أجمل من القمر. غضب الرجل وقال: أوقد رأيتها؟ وكانوا ذا غيرة. قال: لا، ألم تسمع قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الإنسان أحسن خلق وأقوم خلق وأعدل خلق. قال الرجل: إذن نرجع إلى الإمام مالك. قال: نرجع إليه. فرجعوا إلى الإمام مالك وأخبروه الخبر، فقال: الحق أحق أن يتبع.